مساء الخير. انا اخر واحده بتكلم النهارده، فعارفه اقول ايه. كل شويه ببص ورايا، الناس بتمشي، الناس بتمشي، بعدين قلت انا غالبا هقف كده وتدكس ورايا، تبقوا تشوفوني على اليوتيوب، بس الحمد لله في ناس قاعده. انا خايفه شويه بس ايه، هحاول. كل حد طلع اتكلم عن الايدنتيتي، واتكلم عن الهويه، واتكلم عن ازاي نوصل لها، وازاي نلاقيها، وازاي نبقى انسبايرد. انا هتكلم على حاجه مختلفه وحاجه بيرسونال قوي واثرت فيا قوي. بيت جدي لامي، كان عندي قريبي اسمه هشام ابن خالي، كنا على طول مع بعض واحنا صغيرين، 4 سنين مثلا لغايه ما عندنا 13 سنه. اتولد في انجلترا، عاش في السعوديه بس في مجتمع امريكي، بعدين راح لندن وبعدين راح امريكا. انا توقفت خالص عن ان انا اشوفه وهو عنده 13 سنه، معرفش ليه، يمكن الغربه، الهجره، الحاجات دي. بعدين كل ما بحاول اوصل له كنت بسمع اخبار مش لطيفه قوي، انه في مشاكل، يخش في مشاكل، رغم ان هو عنده تربي، المفروض مولود في بلد متقدمه جدا، عنده اب وام عايزين يخلوه شاطر وناجح، عنده سبورت، عنده فلوس، ولكن حصل مشكله كبيره جدا وهو في امريكا ودخل السجن، ودي كانت صدمه بالنسبه لي. قعدوا طبعا هناك عشان بيحبوا يدوروا ويعرفوا ايه، يعني ايه اللي حصل انه يحصل حاجه زي كده. فاتشخص ان هو عنده loss of identity او فقدان للهويه. ومن هنا ابتديت افكر في كلمه الهويه دي، لقيت ان انا برضو عندي ميكس غريب شويه. انا مولوده لام عاشت في انجلترا، اتربت هناك، رجعت هنا عندها 20 سنه، واب ما كملش تعليمه من الصعيد. فعايشة في بيت اتنين ملهمش أي علاقة ببعض، طب أنا مين بقى يعني؟ أنا بنت الست بتاعت انجلترا، ولا أنا بنت الراجل الصعيدي اللي ما كملش تعليمه بس كان راجل ناجح قوي قوي الله يرحمه يعني. كنت بزعل قوي لما إيه جه فترة يقعدوا يقولوا لي دي بنت محمد الصغير، دي بنت محمد الصغير، دي بنت محمد الصغير. مين بقى؟ يعني كنت شاطره، دخلت الجامعه، وهمت طبعا اول سنه ان انا بدرس بيزنس، لان هو كان شايف ان انا لازم ادرس بيزنس لان انا شاطره جدا، وانا كنت ساعتها بدرس حاجه ثانيه خالص. كنت عارفه ان انا عايزه ابقى اي حاجه موجوده جنب الكاميرا، قدام الكاميرا، ورا الكاميرا، حاجه ليها علاقه بالسينما. ودراستي كانت قريبه، درست ماس كوميونيكيشن، اعلام، ادفرتايزنج، و انتجريتد ماركتنج كوميونيكيشن، وعملت بوليتيكال ساينس كمان كميجر، مش كنت بحب اقرا قوي، كانوا بيقولوا عليا دودة قراية. وعملت بعد كده الماينر بتاعي فيلم ميكنج، بعد كده الماسترز بتاعي كان برضه في الفيلم ميكنج. بس واحدة بتحب أي حاجة ليها دعوة بالفن، برضه كنت برسم، فلايصة بقى مفيش ايدنتيتي بقى خالص، يعني برسم وعايزه امثل وعايزه اخرج يعني عايزه اعمل حاجات كتير قوي. زي ما استاذ سامي امين كان قال حاجه مهمه قوي، رحت قلت انا عايزه اعمل براند، انا هعمل براند لنفسي. ففكرت اول حاجه لقيت كل الناس بتعمل جولري، وانا تلميذه لعزه فهمي، درست في مدرسه عزه فهمي، ودرست برضو في يعني في جامعه اسمها الكيميا في فلورنس برضو جولري ميكنج. بس كنت حاسه ناس كتير قوي بتعمل ده، هل ده الايدنتيتي بتاعي؟ لا. فقلت هعمل ايه؟ قلت انا هعمل شنط، هعمل مصنوعات جلديه، هعمل ديزاينز ليها دعوه بالجلود،
لان ده موجود هنا، ده الايدنتيتي بتاعنا قوي. احنا شاطرين في الجمود، مش شاطرين قوي كنا في الدبابه ساعتها، بس ساعات تدور. بس قلت انا مش هعمل حاجه ان هي تبقى تقليديه، لاني عايزه يبقى برضه فيها فن. الموضوع يعني اتخذ بسخريه رهيبه من كل اللي حواليا، من اقرب الناس ليا. يعني كله كان شايف ان يا بنتي كملي مع باباكي في شغل باباكي، ايه الهبل ده؟ بابايا نفسه كان شايف كده، ما رضاش يساعدني خالص، ما حدش رضى يساعدني. ولما مره طلعت قلت كده في برنامج وقلت ان انا ابتديت ب 5000 جنيه المشروع بجد، الناس لقيت الكومنتس كلها بيصرفوا عليا، بس اللي هو مش معقوله بنت مش عارف مين وايه بدات 5000 جنيه، بس هو كان فعلا كده. وقلت همزج الارت مع براكتيكاليتي، مع انهم الاثنين مالهمش دعوه ببعض خالص. الحاجه اللي انت محتاجها او الحاجه اللي انت براكتيكال يعني عكس خالص الارتستيك يعني. فقررت ان انا اعمل شنط للستات وللبنات. قعدت افكر كويس قوي، قلت هما محتاجين ايه؟ محتاجين شنطه تبقى عندها حلو خفيفه، مش احنا بنحط كل حاجه فيها، حتى لو عارفين نحط عيالنا جوه الشنطه هنحطها، وفي نفس الوقت بتبقى عايزه شكلها يبقى مميز. فكنت عايزه يبقى كل حاجه تبقى بيس اوف ارت. عملت ده ودورت على ده وكنت بنزل وبشوف لغايه ما عملت البراند ده. مشكلتي ودي حاجه بنصحكم ما تعملوهاش، ان انا اهتميت قوي بالارتستيك سايد وسبت تماما البيزنس سايد. كنت بحاول اثقف نفسي اكتر في الارت، حلو بس برضه لازم عشان انجح ابقى فيه شويه كوميرشال. عطلني ده شويه، اكتئبت شويه، احبطت شويه، وقعت في حياتي الشخصيه وفي حياتي العمليه، لغايه ما جالي فرصه كده يعني عمرها شايف في بالي ان انا اقدم برنامج. وبعدين لقيت ان البرنامج عن السينما. يعني اول لما قالت لي صاحبتي شيرين عرفه، قلت لها انا معاكي هتطلعي مش هتتكسفي. طبعا بتكسف جدا، قلت لها لا لا مش هتكسفي. طبعا رحت اول مره وقعدت، لا في بقى هويه ولا في ايدنتيتي ولا في كلمه بتتقال، وكانوا خايفين مني اكتر واحده. لغايه ما طلعت في البرنامج وبعد اقل من سنه لما ابتديت اروح مهرجانات، ابتديت اتكلم مع صناع، مع مخرجين، مع ناس في الاندستري، ف خدت كذا تكريم، خدت كذا جايزه، وخدت كمان اني كنت لما بروح مهرجان كان دايما مثلا رئيس المهرجان ده كان بيبقى عايزني ان انا اللي اعمل الانترفيوز، لان كنت بحب قوي دايما ان انا اقول ان انا مصريه، او عايزه اوري الناس اللي انا بعمل معاهم انترفيوز او اجانب او 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 اني احنا عندنا معرفه كويسه قوي، وانتوا شاطرين في اللي انتوا بتعملوه، احنا كمان فاهمين في اللي انتوا بتعملوه كويس قوي ويمكن احسن لان احنا اللي بدأناه. يعني تقدر الستوري شويه عشان ما اطولش عليكم، عشان عارفه ان الناس بتمل قوي من الكلام الكتير. ما تخافش من حاجه خالص، ما تخافش الناس تحبطك. اول برضو ما اشتغلت في الاذاعه او في التلفزيون كله قال لك اه واسطه اصلها مرات فلان، مع اني ساعتها انا ما كنتش مع فلان ده خالص، كنا منفصلين، فما كانش في اي واسطه. ما تخافش، اعمل اللي بتحبه، اقعد دور، ما تخافش من اللي يقول لك زي ما هو قال، ممكن تبقى بتعمل كذا حاجه وبتعمل حاجه واحده ومتميز فيها زي ما تامر قال، خليك اعمل ده. لكن في ناس تانية عندهم دايفرسيتي زي اوبرا وينفري، بتخرج وبتبروديوس وبتذيع وبتعلم وبتمثل، واوبرا وينفري يعني مش انا اللي هاجي احكم عليها مثلا. ف own your dream and build your dream, because if you don't build your dream you will be building someone else's dream. Thank you.